هذه موعد مع الجرائد وأبرز ما جاء فيها من عناوين كالعادة ولا لا يقطعنا عادة في الريفي دو بريس. ريفي دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. ملكة الريفي دو بريس، صباح النور سيها محمدي. بونجور نجلة، نهارك ورد وفل وياسمين، يا ربي اللي كنت الناس كل يسمع فينا على إذاعة الحتفين. كالعادة نقرا شنو كتب صحف تونسي لليوم، شنو ما أبرز الملفات والمواضيع اللي موجودين في الجرايد نجمو تقراوهم لليوم. نبدأ بجريدة الصباح لليوم، حكيت على برشا مواضيع من بينها موضوع البنك الدولي وتونس، هل قطع علاقته مع تونس، ما حقيقة تعليق البنك الدولي علاقته مع تونس، تضارب وضغط جديد. إذن في التفاصيل في الصفحة السابعة كانت أكدت على أن البنك الدولي في البيان اللي أصدره أكد على مواصلة الحوار مع تونس ومع الحكومة التونسية، وما فماش قطع للعلاقة بين تونس والبنك، وإنما فما في بعض الجزئيات فما إيقاف مناقشات بصفة مؤقتة. هذا كل على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ملف المهاجرين الأفارقة، واللي خذ تداعيات عالمية وتداعيات كبيرة. إن شاء الله دبلوماسية توصية وسلطة تونسية يعني تاخذ إجراءات. ما زالت متواصلة سيما التداعيات هذه الحقيقة. بالضبط، وما زالت متواصلة، دونك إن شاء الله ياخذوا الإجراءات اللازمة لتطويق هذه الأزمة وللتخفيف من حدتها ووطأتها زادة ووطأتها. بالضبط. سينو في بقية المقالة اليوم تقرأ في الصفحة الثالثة مقال مع نائبات في البرلمان، هكا حوار وأسئلة خاصة بخصوص ملف أثرته جريدة الصباح، تقول هل حان الوقت لإلزام المرأة بالنفقة مثلها مثل الرجل؟ دونك المرأة هي تخدم كيف الرجل، هل تنفق معه؟ معناه هوني عدد من النائبات يظهر لي الموضوع هذا يسهم في إطار ما نحكيه اليوم 8 مارس على اليوم العالمي للمرأة. كل عام والمرأة التونسية بألف خير، والمرأة في العالم أجمع بألف خير يا ربي. إذا الآراء متاع النائبات جدد في البرلمان الجديد كانت مختلفة ومتبينة، اللي هي مع، اللي هي تقول لك مش وقته، اللي هي تقول لك لا إذا كان باش نعملوا المساواة التامة في النفقة زادة كيف لازم زادة فما حاجات أخرين يتم معناها النظر فيها. نعرفوا كل الجدل اللي صار على الميراث والمساواة في الميراث، مسألة الطلاق كيف وبرشا حاجات أخرين تنجموا تقراوها في هذا المقال. في بقية المقالات لليوم في الصفحة الخامسة تقراوا حوار مع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، تحكي على التمكين الاقتصادي للنساء، تقول هذه أولوية من أولويات الوزارة، تحكي زادة على أسباب تأخر قانون عطلة الأمومة والأبوة، حكيت كيف زادة الحوار هذا يتنزل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اللي تحتفل فيه تونس في ظروف استثنائية، حكيت على برشا نقاط تهم المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا، حكيت على الطفولة أيضا وتقول دليل الأطفال ذوي طيف التوحد جاهز وقريبا الإعلان عليه، حكيت على برنامج صامدة تقول هذا البرنامج يعزز حماية المرأة والطفل من العنف الزوجي المهين، حكيت على برنامج رائدات وعدة يعني نقاط أخرى، وتبقى ديما المرأة التونسية رغم التشريعات نجلة اللي هي تشريعات تبدأ ممتازة على مستوى النص والقانون، ولكن ديما الإشكال هو في التنفيذ والواقع. والواقع بالضبط. نلقاو زادة اليوم مقال في صفحات 6 و7، هو ملف عملته جريدة الصباح لليوم، تحكي فيه على المساحات التجارية الكبرى تستقطب أكثر من 60% من التوانسة وبحصة تصل إلى 25% من التجارة. المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة تساهم ب 2.6% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية. عندنا تقريبا 872 فضاء تجاري بينها 473 فضاء للعلامات التجارية الكبرى. نحكيه على استثمارات مكلفة يقابلها رقم معاملات ب 4 مليار دينار. نحكي زادة على أنه تونس الكبرى ونابل وسوسة لم تعد قادرة على استيعاب هذا النوع من النمط التجاري. نحكي على آليات تسويق تستخدمها الفضاءات التجارية الكبرى، تعتبرها جريدة الصباح اليوم مصيدة للمستهلكين. بعض التخفيضات ساعات اللي تكون غير حقيقية معنى أحيانا، وإلا كاليكارت دو فيديليتي هذيك اللي زادة طريقة من الطرق
لجر المستهلك ديما الى انه معناها يتعامل مع هذه المساحات التجاريه الكبرى. في المقابل تحكي الصباح زاد على العطريه، تقول العطريه تنافس المساحات التجاريه الكبرى والمتوسطه وتسترجع ثقه المستهلكين، لانه في فتره معينه برشا ناس حكيت وقت على اندثار العطريه وقت اللي خرجت الفضائيات التجاريه الكبرى والصغرى والمتوسطه، وكانه المواطن بعد شويه معناها على العطار، اما توا شيئا فشيئا قاد العطار معناها يسترجع في ثقه المستهلك. نحكي وزاد مع رئيس الغرفه النقابيه للمساحات التجاريه الكبرى والمتوسطه، صرح لجريده الصباح يقول هذه الفضائيات عرفت خسائر هامه بسبب كورونا على كامل 30 شهر وصلت الى حدود 50 مليون دينار. وبطبيعه الحال كنا تبعنا معنا وقتها في الكورونا، فما برشا تداعيات على عده مجالات وخاصه حتى بما فيها الفضائيات التجاريه الكبرى والمتوسطة. في نفس الصفحة زادة تلقاو مقال عن حقيقة تعليق البنك الدولي علاقته مع تونس، تلقاو كل التفاصيل في هذا المقال. بقية المقالات الأخرى متنوعة. وفي الصفحة 8 نحكيه على ملحمة بن قردان في احتفال الذكرى 7 مارس عيدا وطنيا، أبرز مطالب عائلة شهداء وجرحى الملحمة تلقاهم في هذا الملف أيضا. وزير الدفاع يقول جنبنا المنطقة بأسرها خطرا داهما. نحكيه على الاحتفالات، نحكيه على 7 مارس وكل ملحمة كيفاش كانت. بطبيعة الحال هذا في إطار التغطية الإعلامية البارح لزيارة الوفد الحكومي لمشيل بن قردان وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني، ليوجه زادة جملة من الرسائل. حتى وزير الداخلية وجه رسائل سياسية ونرجع لهم بعد في ريكاب ميدي. سينو زادة في نفس الصفحة نحكيه على اليوم العالمي للمرأة. زادة في المقال هذا خصت جريدة الصباح أنها تحكي على العاملات الفلاحيات، العاملات في القطاع الفلاحي بجندوبة يطالبنا بالمساواة في الأجر وبحقهن في نقل آمن. ومسألة النقل يعني إلى حد الآن ما تمش حل هذا الموضوع، خاصة نعرف وسيم ليزاكسيدون اللي صاروا معناتها للعاملات الفلاحات قداش من مرة معناتها تصير ضجة وقتها يحكيوا عليهم برشا، بعد تالي يعاود يطفى الموضوع، وقت اللي تصير حادثة كيف ما هكا يعاود يعاودوا يجبدوا الموضوع بالضبط من غير ما يتم حل هالإشكال هذايا جذريا. صعوبات في تطبيق بعض التشريعات اللي تسنها معناها وزارة المرأة والهيكل المختصة تكون هي غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، هذا يمكن اللي يخلي التشريعات تكون موجودة أما التطبيق هو اللي يكون ناقص على أرض الواقع. نمشي إلى جريدة الشروق اليوم تقرأ فيها زادة برشا مقالات، نحكي على إطلاق برنامج صامدة لتأهيل النساء ضحايا العنف اقتصاديا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وزيرة المرأة البارح كانت أشرفت على موكب الإعلان على البرنامج الوطني الجديد صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف بمدينة الثقافة. نحكي زادة في الصفحة 4 من جريدة الشروق اليوم على الأزمة الدبلوماسية بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة، وحاولت الجريدة تاخو أراء عدد من الدبلوماسيين والخبراء. حكيت مع الأستاذ أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، حكيت مع الدبلوماسي الأسبق عبدالله العبيدي وأستاذ العلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي أيضا في هذا الخصوص. كلهم أجمعوا على ضرورة أنه يلقى وصفة لتجاوز أزمة المهاجرين غير الشرعيين. أحمد ونيس يقول لازم يتم أخذ موقف وإلا حركة وإلا خطوة في اتجاه إفريقيا هي الأوكد وتونس وفية دائما لمبادئها. عبدالله العبيد يقول الاستئناس بكفاءة تونس واللجوء لحكماء إفريقيا لحل هذا الإشكال وتطويق هالأزمة دي. عبد المجيد العبدلي يقول أزمة أخذت أكثر من حجمها والتونسي ليس عنصريا. في الصفحة 5 زاد موضوع آخر نحكيه على أو تقرأ فيه حوار مع النائب في البرلمان الجديد بدر الدين الجمودي اللي هو قيادي في حركة الشعب، يحكي على الأولويات التشريعية بالنسبة للبرلمان. أحكي زاد على آخر التطورات السياسية في تونس، الإيقافات الأخيرة، دعا النيابة العمومية لتوضيح ملابسات الإيقافات الجارية، حكي على ملف الفوسفات ودعا إلى ضرورة تثمين
ثروة الفوسفات اللي بشي أدي إلى تجاوز الأزمة المالية. يقول زاد أنه لا يمكن تنظيم انتخابات بلدية قبل ما يتم مراجعة الإطار التشريعي المنظم للسلطة المحلية. أحكي على الظروف الملائمة لأداء جيد للبرلمان، ويقول من الجيد أنه المترشحين عندهم خلفية دعم مسار 25 جويلية. هوني تنقسم رأي الآراء بين اللي يقول لك أنه البرلمان مش يكون صوت واحد اللي هما الناس المساندين 25، بينما اطراف اخرى اللي هما من البرلمان يقول لك هذا جيد لانه مش باش تكون فما كل المناكفات وكل المشاكل والمعنى اللي شفناها قبل في البرلمان وغيرها اللي شفناها في البرلمان. زادها تقرا عده مقالات اخرى على زياره وزير الداخليه البارح الى بنغردان ووزير الدفاع، ومقال اخر في الصفحه 8 بخصوص الاستعداد لشهر رمضان، خطه لاستعاده توازن السوق. تقرا كل تفاصيلها اليوم في جريدة الشروق. نمشي إلى جريدة الصحافة لليوم، فما إكسيبسيون كبيرة نجلة نتوقف عليها. جريدة الصحافة وجريدة لابريس اليوم يصدروا نواري بلان، ما فيهمش ألوان، لأنه يحبوا يوصلوا رسالة للسلطة خاصة في البلاد وللرأي العام يعني عامة على الوضعية اللي يعيشوا فيها المؤسسات هذه والخلفيات والتداعيات نتاع الأزمات هذه على الناس اللي تخدم من إداريين من صحفيين وغيرها، وخاصة العلاقة اللي تكونت بين القارئ وبين الجرائد هذه اللي عندها سنوات طويلة عشرات السنين اللي تصدر يعني هذه الجرائد. في نبدأ بجريدة الصحافة قبل دونك تحكي في الصفحة 3 وصفحة 5 على هذا الموضوع، تقول سياسات غير جدية وانعدام الوضوح في التعاطي مع مؤسسة سنيب لابريس والصحافة اليوم، الحق بين والباطل بين فلما الارتجال. تحمل المسؤولية مباشرة جريدة الصحافة للحكومة وكيفاش كان تعاملها مع هذه الملفات، وتقول بأنه الحكومة لا تدرك والسيدة بودن لا تدرك حجم الضرر اللي تسبت فيه لمنظوريها من أبناء سنيب لابريس والصحافة اليوم، من صحفيين وإداريين وفنيين من وراءهم عائلات بأكملها أبناء وأباء والتزامات تجاه البنوك دفعات عائلية مستعجلة، وهذا الكل هما عناوين شقاء تسبت فيه رئاسة الحكومة، ونحملها تقول جريدة الصحافة المسؤولية كاملة بعد رفضها صرف مستحقات أعوان المؤسسة لسنة 2022 إضافة إلى راتب شهر فيفري 2023 تحت عناوين مضللة ومخادعة وعلى خلفية تقارير كاذبة وتلفيقات غلطت على ما يبدو مصالح وزارة المالية المكلفة بصرف مستحقات الأعوان بما في ذلك أجر شهر فيفري لأسباب واهية. تلقى كل التفاصيل في هذا المقال، تحميل مباشر للمسؤولية إلى الحكومة ورئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن اللي الحقيقة التعاطي مع الإعلام المصادر والإعلام العمومي والمشاكل اللي قاعد يعيش فيها لقى انتقادات شديدة من هياكل المهنة، كيفاش اليوم معناها مؤسسات إعلامية عريقة تعاني من صعوبات جمة وتعاني من مشاكل لا تحصى ولا تعد، تهدد معناها أرزاق الناس ومش تكون عندها تداعيات كبيرة على عشرات كان ما نقولش مئات العائلات. في جريدة الصحافة زادة الصفحة الخامسة على نفس الموضوع نحكي، وتحكي على أيام غضب واحتقان في سنيب لابريس الصحافة اليوم وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها، وتقول أيا كانت الأسباب والمسببات التلاعب بقوة موظفي المؤسسة ومستحقاتهم ومكتسباتهم أمر مرفوض، فالقطع مع الفساد ومع إهدار المال العام ليكون بسياسة التجويع وارتهان الأعوان ومستحقاتهم بسبب شبهات فساد يتحملها قلة قليلة. تقول لك أنا مع فتح الملفات والمحاسبة ومكافحة الفساد، ولكن لازم تقرأ في حسابك أنه فما ناس معناها تخدم في هذه المؤسسات العريقة. تقرأ زادة في صفحة ثانية بيان نقابة الصحفيين اللي دعت السلطة إلى التفاعل بسرعة وتجنب تأزيم الوضع بمؤسسة سنيب لابريس. كل التضامن بينصير سيهم مع جريدة سنيب لابريس، واللي الحقيقة يلزم حلول جذرية للمشاكل هذه، خاطر كي تتراكم نعرفوا شنو ينجم يصير، فما حتى جرايد توصل معناتها تسكر. واليوم ما نحكيوش برشا على جرايد معناتها الورقية خاطر مشاكلها معناتها برشا ويلزم كما قلت حلول جذرية.
بالضبط جريدة لابريس في نفس السياق اليوم زادة العدد متاعها باللون الأسود والأبيض، ما فمش ألوان في عدد اليوم، والمقال موجه إلى السلطة. تنشر فيه زوز تصاور من بورقيبة إلى قيس سعيد، بورقيبة في صورة لي كان يقرأ في جريدة لابريس، ورئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر لقاء لي وقت اللي مشى للي سلمهم المحلات نتاعهم القرية الحرفية يظهر تقريبا في القرية الحرفية وقت اللي روح هو وبنية من اللي كانت حاضرين في الكهرباء، فما صورة هبطت في رئيس الجمهورية ديجا نشوفوا في التصاور في الفيديو. دونك كانت زادة موجودة في الكهرباء جريدة لابريس. دونك تعلق جريدة لابريس تقول من بورقيبة إلى قيس سعيد، لابريس دائما موجودة ودائما هي الصحيفة المرجع بالنسبة للرؤساء بشكل عام. زادها في المقال هذا نعطيكم جزء من هذا المقال، تقول في غضون أيام قليلة جريدة لابريس باش يعني تطفئ نهار 12 مارس شمعة 87، عندها 87 سنة جريدة لابريس. بالحق معناها 87 سنة مش شوية قريب قرن. ولا تقول انه العاملين في سنيب لابريس مهددين وما تحصلوش على لي سالير متاعهم للبريميت متاعهم ولا التغطية الاجتماعية ولا التغطية الصحية. وتقول اللي اكثر خطورة من هذه الكل هو انه الجريدة مهددة بالاندثار في غضون الأسابيع القليلة القادمة وإنها تحتجب من الأكشاك، سينو هي يعني تطلق نداء استغاثة أو صيحة فزع، وتقول لازم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية وإلا باش تحجب جريدة لابريس وما لذلك معناها من تداعيات كبيرة، خاصة نحكيه على جريدة عريقة اللي عندها 87 سنة كاملة. كل التضامن مع الجرائد لابريس والصحافة اليوم في هالمشاكل هذه، والصحافة المكتوبة خاصة الصحافة المكتوبة تعاني من عدة صعوبات، مش كان لابريس والصحافة راه فما زاد شمس فيم وفما عدة صحف أخرى يوم ما تول الإعلام المصادر والعمومي كلهم يعانيوا من مشاكل كبيرة، ولكن هي لفتة اختارت الصحافة اليوم وجريدة لابريس انهم يلفتوا انتباه الناس الكل. علاش الجريدة اليوم أنواري بلون وعلي ليش معناها شفنا الرسائل الواضحه اللي توجههم الجرائد هذوما للسلطه بدرجه اولى وكذلك للراي العام، وان شاء الله يكون فما تحرك في هذا الاتجاه. نختم بجريده المغرب لليوم، نحكي زادة على برشا مقالات فات على الاكتواليتي توا، خطاب الطبيب البارح في الاجتماع المكتب التنفيذي الموسع يقول حذاري لا احد بامكاني ان يقلم اظافر الاتحاد، فللنقابيين مخالب في انتظار زادة انعقاد الهيئه الاداريه الوطنيه نهار 13 مارس الحالي. تقرأ زادة في صفحه 4 حوار مع الناطق الرسمي باسم هيئه الانتخابات محمد تليل المنصري، يقول قريبا مش يكون فما لقاء مع رئيس الجمهوريه يجمع رئيس الهيئه بوعسكر مع قيس سعيد حول الانتخابات البلديه، يحكي على بطاقه ايداع بالسجن في حق نائبه تدخل في اطار جريمه حق عام، يبدو انه المنافس نتاعها قدم بها قضيه لانه هي ما تسكنش في المنطقه هذيك، وبالتالي اضطرت لانها تقدم شهاده اقامه على انها تسكن، يعني هذا هو الاشكال اللي صار بينها وبين المنافس نتاعها، وفما بطاقه ايداع بالسجن في حق هذه النائبه. على كل هذه ابرز المقالات اللي صادره اليوم. وعلى ذكر نواب ان شاء الله باش نستضيفه اليوم في ريكاب ميدين، نواب ولايه القيروان في حوار حصري على اذاعه الحيت اف ام قبيل ايام قليله، كان ما نقولش ساعات قليله، على انعقاد الجلسه الافتتاحيه للبرلمان واداء اليمين باش يولي وقتها نواب ياخذوا صفه النائب بعد اداء اليمين. وخلينا نحكيوا على اولوياتهم، شنو محضرين للبرلمان المقبل، شنو ابرز المشاريع ربما اللي باش يشتغلوا عليها اكثر، شنو رايهم زاده حتى في الاحداث اللي صايره في البلاد. شكرا لك سهام. دونك نستناوكم بعد ال 11:30 في ريكاب ميدي، احنا موصلين معاكم حتى للعشرة. شكرا لك سهام على كل هذه التفاصيل في ريفي دو بريس.